اهلا بيكم يا شباب وحلقه جديده من اتكلم براحتك. النهارده في اتكلم براحتك هنناقش قضيه خطيره، قضيه الزواج العرفي بين الشباب. اللي يخلي الشباب يلجأوا للزواج العرفي؟ البعض شايف ان الشباب بيلجأوا لده علشان الاهل بيعصروا مساله الزواج، طالبين قايمه قد كده، طالبين نيش وطالبين فرح و و فعلى طول بيلجأ الشاب والشابه انهم يتجوزوا عرفي، رغم ان الزواج العرفي النتيجه السيئه بتاعته بتقع يا ولده على الفتاه. تعالوا قبل ما اجيلكم واسالكم نشوف هذا التقرير. يستخدم الزواج العرفي كباب خلفي للتلاعب بمستقبل الفتيات وزواج القاصرات وضياع حقوق المرأة والأطفال والاستيلاء على أموال المعاشات وتحقيق المتعة لطلبة الجامعة، يتحول بذلك لنقوص خطر يهدد سلامة المجتمع. والسؤال، كيف تقبل الفتاة أن تسلم نفسها بسهولة ثم تهان بعد ذلك عندما يتنصل شريكها من الاعتراف بهذا الزواج خاصة بعد الإنجاب، وتبدأ في اللجوء إلى المحاكم لإثبات النسب وتحليل الـ DNA لكي يأخذ الأبناء حقهم في حمل اسم الأب. إنها فكرة مهينة تماماً للشاب والشابة لو فكروا قبل أن يقدموا على مثل هذه الفعلة التي لن ينجو من ورائها سوى المشاكل. فعلاً الفتاة اللي بتلجأ لده بيقع عليها الضرر الأكبر، خاصة لو الزواج العرفي أصبر عن وجود طفل أو طفلة. بتدور هنا يا أخوانا على إثبات النسب. السؤال للبنات اللي بيشاركوني في حلقة النهاردة في الاستوديو، كل شابة عندكم تفسير إيه اللي يخلي البنت تضطر إنها تتجوز عرفي رغم إن ده ممكن يعمل لها مشكلة؟ فضلي. البنات الصغيرة لو مثلا أهلها غصبوها أو حاجة زي كده، ولو بنت كبيرة واعية مثلا أو لسه في الجامعة أو كده، ده ساعتها ممكن أقول بيبقى عدم وعي كامل وعدم مراقبة الأسرة عليها كويس. يبقى عدم الوعي. البنت برضو اللي بيخليها تلجأ ليه الزواج العرفي؟ انعدام الأخلاق، أو إن الأخلاق والدين قل شوية في مجتمعنا دلوقتي. الدين؟ بالإضافة غياب دور الأسرة. إحنا دلوقتي ما فيش أسرة زي زمان، كان في عيلة وكان في تجمع، كنا بنتكلم مع بعض. دلوقتي إحنا لما بنعوز نتكلم مع بعض بنتكلم من خلال الماسنجر، كل واحد في أوضة تلفزيون. البنت قافلة على نفسها، والسوشيال ميديا ليه دور فعال في حاجات كتير. انت غلط. فعلا بتكلمي في قضيه خطيره، ان الاسره النهارده بقت مشغوله، ما بقتش الام فعلا تحتضن البنت، والكل بقى مشغول بالسوشيال ميديا. المفروض ان في سن معين الاهل لازم يقعدوا مع الاولاد يصاحبوهم. اذا احنا محتاجين صداقه بين الفتاه وبين امها، علشان لو البنت اتعرضت لاي مشكله تقول لامها. مين في كل صديق لوالدته أو والدته صديقة ليه؟ تفضلي. ليلي مصطفى. أنا وماما أصدقاء جداً، برغم أن في بعض الأفكار اللي هي ما بتبقاش طبعاً، هي من جيل وأنا من جيل ما بتبقاش متوافقة، لكن بالعكس ماما عوداني أن أنا أي موقف أي حاجة بتحصل لي أروح أحكيها لها، سواء في العمل سواء في الجامعة في أي حاجة. كل أسرارك ممكن تقوليها لوالدتك ولا تتكسفي فيه؟ لا لا، كل حاجة. لان ماما من نوع اللي هي ماما بتوجهني للحاجه الصح، الحاجه المفروض اللي انا مفيش حد هيخاف على البنت او هيخاف على الاولاد اكتر من اهلهم. مزبوط. الام والاب. فهي ماما طبعا يعني هي صديقتي وانا مبسوطه بده جدا. وخلينا اوجه تحيه لكل ام فعلا بتحب على بنتها وفي علاقه صداقه بينهم. مين تاني يا بنات عنده علاقة صداقة مع والدته وفاتح معاها وعنده أسرار؟ فضلي. رضوى جمال. الأسباب برضو اللي بتخلي البنت تلجأ للزواج العرفي عدم الاحتواء، ومش شرط من الأم بس. الاحتواء بيبقى مفروض من الأسرة كاملة، ومفروض إن الأب والأخ بيحتووا أكتر كمان. يبقى البنت كمان ممكن تكون صديقة لوالدها ووالدها يحكي لها المخاطر. طب في حاجة تانية كمان. اتفضلي. الخوف من العقاب أو التربية الغلط. يعني أنا مثلاً لما بلجأ لأبويا أو والدتي عشان مثلاً أحكي له مشكلة ببقى خايفة
ان هو مثلا يعاقبني او كده، في حين ان هو المفروض هو اللي يحلها لي او يحتويني مثلا. الاب لو كان عنيف يخلي البنت تهرب بقى، والام بقى كمان، والام كمان ممكن تخبي عليه. يعني الام والبنت ممكن يكونوا في سكه تانية غير الاب، لان الاب مش قادر يحتوي اسرته. يعني لازم يكون في صداقه بين الاولاد، البنت والولد، وبين الاهل. انا شايفه ان المسؤول عن الموضوع دوت هو الاب الراجل، المسؤول عن ان هو يحتوي البيت كله كأم او بنت او كده. اتفق معاكي. منى احمد دلوقتي، هو انا شايفه ان ماشي كل الكلام ده تمام، بس هو الاكتر ان البنات لما مثلا تعرف واحد بتثق فيه جدا علشان هي بتحبه فبتصدقه، فهو بقى يقعد يقول لها انا هعمل وانا هسوي، تضيع الودان امر المساح. ايوه بالظبط، يقعد يودلع على ودانها. أيوة، وانا بحبك وانا مش عايز، بس مش مستعد دلوقتي، فنعمل كذا ونعمل كذا، وهي بقى علشان واثقه فيه طبعا ومصدقه وهو كذاب، يعمل لها البحر طحينه. بالظبط. حد زن على ودانك؟ لا الحمد لله لسه لحد دلوقتي. بس فهو انا شايفه ده يعني اكتريه البنات بيبقى هو ده يعني اللي هم بيثقوا فيهم جدا وهم اساسا كدابين. ف مش كلهم يعني. مش طب كله. تعالوا نطلع نشوف الانفوجراف، احصائيات عن الزواج العرفي في مصر. 124,871 فتاه قدمنا طلب توثيق زواج عرفي والتصديق عليه عام 2017. 24,000 حالة نسبة للفتيات المطلقات بالنسبة للحالات الرسمية. 149,232 حالة زواج عرفي غير مسجلة عام 2017 بزيادة قدرها 16%. 41,000 طفل سنوياً نتاج كارثة الزواج العرفي. 66,000 دعوة إثبات نسب في المحاكم. أرقام خطيرة جداً نقف قدامها. 149,000 حالة زواج عرفي في عام واحد 2017. 124,000 فتاة لجأت للمحاكم عشان تثبت علاقة الزواج. طب إيه اللي ضربها على أيديها وتعمل ده؟ 41,000 طفل يبحثوا عن إثبات نسب في المحاكم. يا أخوانا إحنا بنتكلم على ظاهرة خطيرة جدا، والبنت هنا هي الضحية. تتفقوا معايا ولا تختلفوا؟ هل البنت بتبقى ضحية في قلب الزواج العرفي؟ تفضل. أحمد الجويلي، هي طبعا في حالات هي ضحية وفي حالات تانية مش ضحية. الفرق هنا ان هي بتتفرج على مسلسلات فيها مشاعر اوفر غير واقعية. احنا وقعنا في فخ التغريب، احنا بنشوف بره بيحصل ايه، الحرية بنحاول مش عارفين نطبق الحرية دي على ارض الواقع نتيجة مجتمعنا، فبنلجأ الى 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 الطرق دي. الحل يكمن فينا احنا وفي الاعلام، لان دي الوسيله المباشره اللي احنا بنتفرج عليها يوميا. ما احنا جايبينكم عشان تتكلموا، ما ده اعلام. مفيش عمل تلفزيوني او عمل سينمائي واحد اتكلم درامي عن قضيه الزواج العرفي من ساعه مسلسل الزواج على ورق سلوفان، ده كان في التسعينات تقريبا او في الثمانينات. فمفيش حتى الان عمل درامي واحد بيمثل الكلام ده، فدي مشكله خطيره. طيب خلينا نرجع للدراما. شايفين الدراما بتؤثر علينا كشباب فخلينا ممكن نلجأ إلى الزواج العرفي؟ مشكلة إن الدراما أو السوشيال ميديا بقى بينمي يعني سوري الغريزة الجنسية عند بعض الناس، لأن بيشوفوا مشاهد معينة مش متاحة في مجتمعهم، فاحنا كده بقى عندنا انفتاح على مجتمعات أخرى، بقينا نشوف مشاهد عايزين نطبقها، فبقت البنت صغيرة عندها 12 سنة عايزة تعيش حياة مش حياتها. ففي جيل كده لسه طالع اسمه اندر ايدج، هو يعني صغير كده في السن، بس من كتر المسلسلات دي بقى عنده انفتاح ان هو لازم يتجوز ولازم يرتبط وما ينفعش البنت. يعني الدراما معنى كلامك الدراما مأثرة على الشباب الصغير؟ طبعا بتأثر عليه بالسلب، لان البنت بيبقى عندها 13 سنة عايزة تعيش زي ما هي شايفة واحد بيحب واحدة وعمال يجيب لها هدايا وبياكل وبيشرب وبيخرج معاها، فهي بتحس ان هي اكبر من سنها، خلاص هي عايزة تتجوز عايزة تعيش، فبتلجأ بقى ان هي بتكون على علاقة بشخص. تتفقوا مع هذا الرأي ولا تختلفوا؟ احنا كلنا وجهنا فكرة الفكرة للشباب، بس احنا طب ما في عبء على الاب والام، احنا ليه ما بنوجهش ما هو من خلال الشاشة اهو بنقول بس البرنامج ده ليكم كشباب تقولوا رأيكم. حضرتك برضو الاب والام ليهم دور، ما انا مش ازاي بقى انا سمعت في الافلام بس، احنا عايزين نشتري راجل، احنا بنشتري راجل، لكن في الحياة العملية ما فيش الكلام ده، احنا بنبيع سلعة.
صحيح. يعني انا ببيع بنتي فبعض الاسر ببيع بنتي ليك، بقول لك انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، طب ما كشاب انا في بدايه حياتي هجيب الحاجات دي كلها منين؟ فالطبيعي هتجه للزواج العرفي اللي انتوا بتقولوا عليه، لان انا مثلا سي مثلا بحبها، فممكن نتجه لاتجاه تاني وهي بتحبني هنتجه اتجاهات تانية. فلما الاب يسهل الامور والام تسهل الامور اكيد طبعا احنا هيبقى كل حاجه متيسره لينا، انما انا في بدايه حياتي هجيب اللي هم بيقولوا عليه ليه؟ طب تعالوا نشوف تقرير عن راي الشارع في الزواج العرفي. ايه رايك في ظاهره الجواز العرفي؟ لا غلط، انه انا يعني انت بترجع لورا ليه؟ لا انا ما رجعتش والله، هي رهبه الكاميرا بس، مش رسميه، حاجه عرفيه فمش معاها مرقعه فارغه والله. يعني ساعات بتكون صح من ناحيه ان الواحد مش متيسر السبل ان هو يبقى في جواز حلال او جواز شرعي. هي ظاهره منتشره جدا بس هي غلط، حاجه مش كويسه، معارضه مع الشرع ومع القانون ومع كل حاجه، فهي غلط. انت تعرف حد في المحيط بتاعك، في صحابك، في الكليه بتاعتك متجوز عرفي؟ بشوفها بس مش ناس اصحابي يعني. لا لا الصراحه ما صادفتش معايا خالص، بسمعها لكن في الكوميونتي بتاعتي لا. والله واقف هنا ما تشاورش ما تشاورش ولا عرفي ولا رسم ولا مفيش حد بيتجوز والله، مفيش حد بيتجوز متجوز عرفي؟ يا ريت. عرفي ايه؟ لا نفسي اتحط على بدايه الطريق. نفسي ليه؟ كده عشان اسهل. في ايه بقى؟ مش محتاجة تجيبي شقة ومهر ومش عارف ايه والكلام ده. امتى ممكن الشباب يقولوا ان احنا هنتجوز عرفي؟ اهل البنت مش موافقين عشان هو مثلا فقير معهوش فلوس، مش عارف يعيش في المستوى الاجتماعي، حرمان، اسباب كتير يعني، بسبب حصل اي حاجة الليجل بينهم. هيصلحوا ازاي بالجواز العرفي؟ يعني هو كده كده هيفضل في السر. ما هو غلط بيتبني على غلط. لما يكونوا عايزين يتجوزوا ما يعرفوش عشان الناس معهاش فلوس، عشان ساعات الاهل بيطلبوا طلبات غاليه، الشقه غاليه والشبكه غاليه ولازم مش عارفه ده بمليون ولازم في التجمع ومش عارفه ايه كده، بيحسوا ان خلاص بقى الضغوط دي هتخليهم يعملوا حاجه غلط فبيلجأوا له. بس هي الفكره في الاخر هي تربيه وسلوك، يعني ما اعتقدش ان الظروف هتخلي دايما مهما ضغطت على الواحد مش هتوجهه للحاجه الغلط. يعني معروف الناس بتتجوز عرفي عادي، يعني هي طول ما هي بعيده وبابات عند ساره والكلام ده هيبقى في بلاوي طبعا. الغلط انتشر قوي فبقى الجواز العرفي مش الحاجه اللي نتخض اول ما نسمعها زي زمان. ربنا يكون في عون الاجيال اللي طالعه، انتوا مش هتلاقوا اجيال، هتلاقوا اشباح. نقلل من موضوع الجواز العرفي ازاي؟ يعني نساعد الشباب شويه. نساعدهم ازاي؟ يعني نوفر لهم شقق، نوفر لهم اماكن يشتروا منها الجهاز بسعر رخيص شويه، نيسر حاجات كتير للشباب عشان هو الشباب هي اللي بتبقى سبب بالموضوع ده اكيد مش البنات. يعني مش لازم عشان اجي اتجوز اجيب شقه ومهر ومش عارف ايه وفرح واخش لي في مليون مثلا ولا حاجه وبس عشان اسمي هتجوز. يعني لو جات واحده من صحابك تسالك تقول لك انا هتجوز عرفي، هعرف ايه اللي الدافع اللي خلاها تعمل كده وهنصحها انها ما تعملش كده؟ لا ما حدش اكيد هيعمل كده من صحابي، ما تقلقيش مش هتقلقيش عليهم، صحابي كويسين. مش هنصحه الصراحه لان انا مش شايف ان الزره دي بقت موجوده. هنصحه طبعا. تنصحه؟ اه اقول له لا ما ينفعش. يا ظاهره الجواز العرفي لسه موجوده اصلا ولا انتهت؟ ادمت قوي يعني. امال ايه الجديد؟ لا مفيش جواز عرفي بقى، من غير جواز خلاص. اسمه ايه ده بقى، بتسموه ايه ده؟ صباح الاستهبال. الشباب في التقرير علقوا المسؤولية في رقبة الأهل، بمعنى أن الأهل ده هم المسؤولين، هم اللي بيغالوا في الطلبات في الأمور. طيب تعالوا بقى احنا روحنا لأولياء الأمور نشوف رأيهم إيه، هل المغالاة بتاعتهم دي حقيقية ولا أولياء الأمور ليهم رأي تاني؟ أهم أسباب الزواج العرفي أعتقد في المجتمع رقم واحد ارتفاع المهور وغلاء المعيشة، السوق يعني إلى حد ما صعوبة الحالة الاقتصادية بالنسبة للشباب. طبعا قلة الإمكانيات بالنسبة للشباب، ما بقاش إمكانياتهم تسمح إن هم يقدروا يجيبوا كل الطلبات المطلوبة بالنسبة للأهل العروسة، بيطلبوا طلبات كتيرة ومبالغ فيها زيادة عن اللزوم فما بيقدروش. سبب انتشار الظاهرة كلها إن إحنا دي تقول انا عايزها وابوها يقول انا عايز، فالشاب هيجيب منين؟ وبعدين الظروف اللي احنا عايشينها دي الله يكون في عون الشباب. اسباب انتشار الزواج العرفي البعد عن الدين والمغالاه في المهور. ممكن مغالاه في الجواز او في خطوات الجواز او ان بيصعبوا على الشباب يعني ان هم يتجوزوا. انا شايف ان تعنت الاهل ممكن يكون سبب من الاسباب، ممكن يكون حد مناسب وحد كويس والصديقه الزميله في الجامعه
او هو كويس وهم رفضوه لاسباب معينه. تعنت الاهل طبعا اكيد سبب من الاسباب. طبعا تعنت الاهل سبب رئيسي، وطلبات كتر الطلبات اللي بيطلبوها بيحمل على الشباب، مش هيقدر يطلب منه طلبات ازيد من امكانياته بكتير، طبعا عمره ما هيقدر، فبيرفض الجواز او ما بيفكرش اساسا ان هو يخش في الجواز من اساسه. انا عن نفسي ما تنزلش عن حاجه لبنتي، لكن يبقى في تخفيف، في فرق بين ان انا اتنازل وان انا اخفف. انا عندي بنتين مش بنت، ومستحيل ان انا اوافق ان اجوزهم من غير مهر او شبكه يعني. لو الاستاذ قدامي كويس ممكن اوافق عليه من غير مهر. انا عن نفسي مش هتنزل عن حاجه لو حتى البني ادم كويس. انا فعلا لو عندي بنت اجوزها من غير مهر وشبكه، وهشتري الشخص ان هو يقدر يحافظ عليها، ده اهم حاجه. لو انا عندي بنت وجالها شاب متدين وكويس، انا هضطر ان انا اوافق عليه. انا ممكن اتنازل مثلا عن الحاجات اللي هي يعني مغالة فيها. بعض أولياء الأمور في التقرير بيقولوا المغالاة اللي بيقدمها بعض أهالي الفتيات دي بتؤدي إلى اضطرار الشباب للزواج العرفي. طيب عايز أسأل البنات في الاستوديو، في أي بنت منكم وهي قاعدة معاه النهاردة لو شاب بيحبها وتقدم لأهلها وأهلها غالوا في المهر بتاعها، ممكن تلجأ للزواج العرفي؟ رينات فرج، هو أكيد لأ، مش هقبل أن أنا أتجوز عرفي حتى لو أهلي مفقوش عليه، حتى لو بحبه أكيد هستنى عليه شوية يعني حتى يجهز نفسه ويكون نفسه ويجيلي، غير كده أكيد مش هلجأ للجواز العرفي. مش هتلجأ للزواج العرفي. فضلي سارة مجدي، هو أنا أكيد مش هلجأ للجواز العرفي، بس ممكن يعني أفكر في أفكار تانية، يعني ممكن أحاول أقنع أهلي اللي هو مثلا كويس وكده، وإن يعني إن هما يحاولوا يقللوا شوية، أو مثلا بعدين يعني ممكن لما الظروف تسمح مثلا وبعد الجواز ممكن هو يعني نجيب الحاجات دي بعدين، بس اللي هو مش لازم دلوقتي. واللي هو برضو هو لو إنسان كويس وفعلا بيحبني هو حتى مش هيلجأ لفكرة الجواز العرفي، يعني هو مش هيفكر فيها، بالعكس هو هيحاول يتقدم أكتر من مرة ويحاول هو يثبت نفسه ويثبت وجوده ان هو شخص كويس عشان اهلي حتى يعني يتنازلوا شويه ويوافقوا عليه. انا بحييك على وجهه نظرك دي، لان ده المفروض البنت تقول للشاب اللي متقدم لها اصبر، اجتهد، كون نفسك، وتعالى نكلم الاهل تاني. اتفضلي. انا مش عارفه ليه دلوقتي بنبص دايما للناحيه الماديه وكانها سلعه بنبيعها الاباء يعني. فانا شايفه انت ما بتبصش للاخلاقيات، اخلاق الشاب هو ده اللي يهمني في زواج البنت عشان ما يحصلش طلاق بعد كده. طيب مين البنت اللي قاعدة معانا وتوافق على شقة إيجار، قانون إيجار جديد؟ هو الفكرة مش فكرة الشقة قد ما هي الفكرة، أنا شايفة يعني مش مشكلة شقة صغيرة وبعد كده تكبر شقة إيجار، مش مشكلة. أهم حاجة أنا شايفة أن الفكرة في الزواج العرفي أن الراجل هو السبب، يعني أن الراجل أحد الأسباب، لأن الراجل هو اللي بيبدأ بالمبادرة مش الست، لأن ربنا بيقول إيه، وادخلوا البيوت من أبوابها ولا توعدوهن سرا، فهو السبب يعني هو اللي بيبدأ بالمبادرة، فهو لو عنده جانب أخلاقي وجانب ديني مش هيعمل حتى مش هيعمل حاجة زي كده. طب ما البنت توافق ليه برضو، ما هترفض يعني. تمام، بس هو اللي بيبدأ يعني، هو البداية. شايفين مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت على انتشار ظاهرة الزواج العرفي؟ فضل. محمد رجب، طبعا وسائل التواصل الاجتماعي حاليا هي من أهم الأسباب في انتشار الزواج العرفي، طبعا لأن في بقى سهل البنت تتكلم، بقى سهل طبعا، في طبعا البنت تتكلم ولد بكل سهولة، ويعني بقى في فتحت بينهم كلام كتير، إن هو يحصل بينهم يعني حاجات كتيرة ممكن تحصل من وراء السوشيال ميديا، فبقى زي الفيسبوك والواتساب والحاجات دي كلها دلوقتي بقت أسباب رئيسية يعني لهذه الظاهرة. تعالوا نشوف رأي الدين بيرى ايه في الزواج العرفي، هل هو زواج حلال ام زواج يحرمه الشرع؟ البعض بيروج على انه هو شرعي، وبيستدل بكده بان انا في حاله اجابه قبول وفي 2 شهود، وده غير صحيح، لان في شرط مهم جدا اللي هو الولي، والولي طالما ان الاب موجود في الاسره، هو الاب هو الولي اللي موجود في الاسره، اللي هو ما ينفعش ان انا اجيب واحد اقوله ان هو دوت الولي وانا بديله الموافقه بتاعتي، لابد ان احنا كمان نتفق على ان مساله القانوني، يعني طالما ان القانون اللي هو مخالف للقانون ده بقى مخالف للشرع، لان احنا عندنا الدستور بيقول ان مصدر الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع، يبقى معناه ان اللي مخالف للقانون ايضا هو مخالف للشرع.
ما يخالف القانون يرفضه الشرع، وبالتالي القضية مش قضية ورقتين نضربهم يا شباب ونقعد في الكافيتيريا ويبقى ده زواج، لأن مفهوم الزواج مختلف عن كده خالص. هل حد ليه رأي مختلف عن رأي الشيخ عبد الغني هندي؟ اتفضلي. هقول لحضرتك، يعني مصر بلد فيها مساحات رهيبة رهيبة في كل المحافظات من الأراضي الواسعة الشاسعة الفاضية اللي ما فيش أي حد ساكن فيها، على الأقل ممكن يوفروا للشباب على الأقل المباني كشقق وأماكن للسكن. وحتى الشباب دلوقتي المفروض أنت مطلوب منك شقة وتجهز في حاليا وتجهز. مشروعات زي الإسكان الاجتماعي للشباب حضرتك، في حاجة بتعملها المحافظات كويسة جدا بتشجع الشباب، منها مثلا اللي أنا بعلمي فيها محافظة بورسعيد، الشاب أو الشابة اللي بيتفقوا على الجواز وخلاص هيكتبوا الكتاب، بتشجعهم المحافظة إن مجرد ما يكتبوا الكتاب وبيجيبوا الورقة والقسيمة الجواز المحافظة بتوفر لهم سكن. ده محافظة بورسعيد؟ أيوة يا فندم. تحية لمحافظة بورسعيد. تعالوا نروح نشوف الشارع بيسألني سؤال إيه. السؤال ده أنا بوجه له أستاذ محمد، يعني لو هو عنده بنت أو أخت هيرضى يجوزها من غير مهر أو من غير شبكة؟ أنا مع الاعتدال، مش هغالي للأمانة، بس لو جالي شاب كده محترم أمامه مستقبل واعد، لا ممكن نلغي الحاجات دي. لكن إزاي أضمن برضو لبنتي مستقبل؟ يعني مش أي حد يخبط ياخدها ويمشي، يعني صح ولا غلط يا أخوانا؟ أنا في الآخر أب. هنطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل حوارنا في اتكلم براحتك. في قضية الزواج العرفي بنحتاج إن احنا نعرف مشاهدات من المجتمع من داخل المحاكم، علشان كده بتشرفني المحامية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية الأستاذة شيرين محفوظ. أهلا بيك أستاذة شيرين. وفي البداية ممكن البعض يبقى حابب يسألك عن ليه الشباب بيلجأ للزواج العرفي بعيدا عن الزواج الرسمي المتعارف عليه؟ للتهرب من المسؤولية. تهرب من المسؤولية؟ أكيد. يعني أي شاب بيتزوج زواج عرفي ده شاب غير مسؤول؟ أكيد طبعا، ما هو لو هو مسؤول هيلجأ للموضوع الزواج من الناحية الرسمية، ويبدأ إن هو يدخل البيت ويشوف إيه حقوق الزوجة ديت أو الإنسان اللي هتكون زوجته من مهر وشبكة وترتيبات الزواج، لكن هو بيهرب من كل ده. البعض الشباب بيجاوبك يقولك لا، ما الأهل بيغالوا في المهور وعايزين شقة تمليك وعايزين هجيب منين أنا والبنت اللي بحبها؟ ما هو مش هيبقى الحل إن أنا ألجأ للزواج العرفي. وبعدين في حاجة برضو أنا عايزة أوضحها، إحنا لازم نفرق في البداية بين ثلاث حاجات. إيه هو أصلا أنواع الزواج؟ أنا عندي الزواج، في زواج رسمي وفي زواج عرفي وفي زواج سري. طب إيه الفرق بين التلاتة؟ الزواج السري ده ممكن يبقى عرفي أو رسمي. طيب الزواج الرسمي اللي احنا عارفينه كلنا ومعتدين عليه، إنما الزواج العرفي ده أصلاً احنا بنلجأ ليه حتى في القبائل في أمور معينة، مش شرط يكون بين الطلبة في الجامعات. ليه؟ لأن أنا النهاردة مثلاً في زوجة تم تطليقها وعايزة تتجوز مرة تانية، طب أنا النهاردة هياخدوا مني أولادي، فبتلجأ للزواج العرفي. طب هنا الزواج العرفي ده صح ولا غلط؟ احنا اهم حاجة في الزواج اربع شروط او اربع اركان: الايجاب، القبول، ركن الاشهار، الولي الطبيعي. تمام؟ فطالما الاركان دي توفرت خلاص هو اصبح زواج، لكن ده بيترتب عليه امور بعد كده، اللي هي إيه؟ لو الزواج ده مش موثق عندي الزوجة دي بنطيح بحقوقها كلها، ملهاش اي حقوق زوجية. طب في الحالة ديت ايه هي الحاجة الوحيدة اللي من حقها؟ انها لما تلجأ للقضاء بترفع حاجة اسمها يا طلاق يا خلع، لكن كحقوق زوجية لا. طيب بالنسبة للأولاد، الأولاد بتسمع الدعاوى الناشئة عن الزواج ده، وفي الحالة دي برضو بتثبت ان هي زوجة. اما بالنسبه للزواج اللي بيبقى ما بين الطلبه في الجامعات، ده اصلا ما بيعتبرش زواج عرفي. ده بيعتبر حاجه سريه، لان وبتفتقر لكل شروط الزواج، اللي هي اولا ما فيش ولي، لان ما فيش ولي هيوافق ان بنته تتزوج بالطريقه دي. تمام؟ ما فيش اشهار،
فين ركن الإشهار هنا ده بيبقى ما بينهم زواج وبين سري. وده أصلا طالما زواج سري يبقى كده أنا عندي فيه ركن انهدم اللي هو ركن الإشهار وركن تاني الوالد الطبيعي وأصبح مش زواج إحنا بنجمله وبنقول زواج بس مش ده الزواج له لكنه ليس زواج تمام. من الحضور عندي من الشباب بيؤيد الزواج العرفي؟ هو الأول بس عايز أقول حاجة الأستاذة قالت إن الجواز العرفي أصلاً يعني مدام هو عرفي وأنا قريت برضو كتير قبل الحلقة عرفت الموضوع يعني زواج عرفي هو مش حرام مش غلط في مذاهب بتقول هو مش غلط لأن هو عرفي لأن هو معمول صح لكن السري هو اللي حرام وغلط فكلمة زواج عرفي ما قدرش أقول إن أنا بعرضه أو بأيده لأن على حسب الحالة إن الفردين تحطوا فيها عشان يتجوزوا جواز زي ده تمام. بالنسبة بقى لحالات زي كده أنا لما كنت في ثانوي حصل عندي حالتين في المدرسة كان في بينهم جوه ثانوي ثانوي يا نهار ابيض وكانت طبعا حاجة معروفة احكي جدا احكي لنا عن الحالتين دول. هو الحالتين أنا طبعا كنت أصغر منهم شوية بس عرفت إن هما في ثانوي كانوا حصل بينهم كده طبعا أنا ساعتها ولحد دلوقتي برضه ما كنتش عارفة هو إيه الجواز العرفي طبعا بعد ما الدكتور قالت هو أكيد كان زواج سري مش عرفي اللي هو يفتكر الحالتين حصلوا إزاي جوه المدرسة؟ جوه المدرسة اتنين أكيد حبوا بعض أو أي حاجة وما كان برضو عندهم نقص في المعلومات وعندهم تهور وطبعا أكيد ما كانش فيه وعي وما فيش مراقبة من الأهل فحبوا إن هو يكونوا مع بعض بأي شكل واطلقوا على زواج عرفي او سري او ايا كان. فالفكره ان هو نقص وعي ونقص حاجات كتير جدا زي الارهاب زي اي حاجه كله بيبقى محتاج وعي شويه. ولو عرفي فعلا انا قريت ان العرفي ما دام عرفي اطلق عليه عرفي يبقى هو استوفى شروط الزواج يبقى مش حرام ممكن يبقى غلط او مش مستحب عند بعض الناس. هل تؤيدي يتقدم لك شاب ويتجوزك زواج عرفي؟ لا في بنات يؤيدوا لو تقدم لهم حد يتجوزوا جواز عرفي. نسمع راي مفيش. طيب حد عنده تجارب او عرف اصدقاء او معارف لجأوا للزواج العرفي؟ تفضلي. انا ساره صلاح. كنت عايزه اقول ان في القبائل بنات بتتجوز بيبقى سنها صغير فبتتجوز جواز عرفي بتبقى الاهل عارفه والوالد موافق. قبائل منين انت؟ منين؟ انا من القاهره. لا انا بتكلم يعني بتكلمي على قبائل يعني. تمام. القبائل بيبقى فيه ناس او البدو بيبقى فيه ناس بتتجوز سنها صغير. نعم. تبقى كل الناس عارفه بس الجواز بيبقى جواز عرفي. اي نعم هي ما بتضمنش حقوقها يعني بعد كده بس المشكله ديت ازاي يعني ده هنسميه برضو تحت الجواز العرفي هي بعد كده ما بتضمنش حقوقها يعني. نعم اتفضل. اسم محمد خالد بدرس هندسه زراعيه في جامعه الزقازيق. الزواج العرفي كلمة عرف هي مشتقة أساسا يعني كلمة عرف نفسها بتدل عن إن كل الناس عارفة إن الكائن ده أو الشخص ده هيتجوز من فلانة الفلانية. لا الواقع غير كده خالص. لا ما أنا مع حضرتك ثواني. ما هو كلمة عرف في جواز عرفي وفي جواز عرفي سري. الجواز العرفي اللي أساسا دلوقتي كل الأرياف شغالة عليه بيجوزوا البنت سنها 16 سنة أو 17 سنة فبالتالي القانون مش هيسمح. بس دي حاجة غير قانونية. حاجة غير قانونية تمام. طب حد منكم شباب بالشباب الرجال ممكن يفكر في الزواج العرفي وليه؟ مفيش. طيب هرجع لحضرتك تعليقك. احنا بقى عندنا زواج عرفي وزواج عرفي سري. ما هو السرية هنا وزواج قاصرات. ما هو زواج القاصرات ده هيدخل تحت بند الزواج العرفي المستوفي لشروطه وطبعا ده في النواجع وفي القرى بيلجأوا للزواج ده لان السن القانوني بيبقى 18 سنة فهم البنت بتتزوج هناك ممكن من 14 سنة فبيعملوا كل اركان الزواج بتبقى مكتملة ما عدا التوثيق اللي هو بيديني الرسمية اللي بعد كده بيدي حقوق للزوجة وللاولاد. هنا بيبقى فيه مشكلة. طيب افرض الزوج ده توفى الزوجة دي هترث منه ولا مش هترث؟ في الحالة دي لازم ترفع دعوة تثبت فيها الزواج حتى ترث من زوجها. طيب بالنسبة للأولاد الأولاد هنا بيبقى حسب الـ 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 حسب الزيجة حصلت ازاي. احيانا بيكون في نزاع وبيبقى في مشاكل ممكن ساعتها الزوج بينكر الـ الاطفال دي وبعد كده تلجأ برضو للمحاكم علشان تثبت ان هي كانت متزوجه وتثبت الاولاد وتثبت النسب. عندك حالات مريتي بيها كمحاميه؟ حصل حالات إزاي كتير. ازاي بقى احكي لنا. كان في مره بنت تزوجت وما كانتش انجبت وحصل بعد كده خلاف ما بينها وما بين زوجها ان هو عايز ينجب فقال لها خلاص انا انت كده مش زوجتي طب طلقني. قال لها لا انت مش يعني مش هطلقك. طب حقوقي ايه؟ طبعا بعد كده هي ولا منها كانت ما زالت غير زوجه ولا متزوجه لجأت للاهل برضو رفضوا ان هم احنا ما نعرفش عنك حاجه برغم ان الزيجه كلها كانت قدام الـ 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 الناس وقدام البلد كلها ورفضوا. بعد كده لجأت انها ترفع دعوه واثبتت الزواج وبعد كده ما بتثبتش زواج بقى
بتعمل حاجة إثبات طلاق أو خلع، يعني مفيش إثبات زواج. الزواج العرفي منتشر بشكل كبير في المجتمع، منتشر في الكرة وفي النواجع، ومنتشر حاليا في القاهرة اللي هو ما بين المطلقات عشان الحضانة ما تروحش منها للأولاد، أو لو في زو أو لو في مطلقة عايز تاخد معاش فبتعمل إيه؟ لو لجأت للزواج الرسمي خلاص كده بيسقط حقها في المعاش، فبتعمل إيه؟ بتتجوز زواج عرفي عشان تقدر تحصل على المعاش. سهل إثبات الزواج العرفي ولا صعب؟ حسب الحالة. لو عزلت مشاكل، يعني لو في عقد بتقدر تثبت. ليه؟ لأن بتقدم العقد للمحكمة وبترفع به. لكن لو مفيش عقد أو هو قطع العقد حقها راحت. طبعا هو في الحالة دي ما بيتقيش الله، إن هو يعني إنسان أمنته على نفسها في الآخر راح واخد العقد مقطع. شباب، وانتوا بعدكم طلبة في الجامعات، حد يحكي لي تجارب منتشرة في الجامعات؟ دعاء منيسي، استشاري علاقات ومدرب تنمية موارد ذاتية. أنا كان عندي حالة من الاستشارات اللي بتجيلي على الصفحة بخصوص بنت طالبة في الجامعة كانت من محافظة تانية، على قدر من الثقة وعلى قدر من العلم كويس ومن العينة كويسة، مستوى مادي كويس، مستوى اجتماعي كويس جدا. كانت بتجيلي، كانت بتبعت لي إن هي عايزة رأيي في إن هي متزوجة ووالدتها عايزة تفرض عليها جواز تاني، لأن هي طبعا ما تعرفش. فكانت عايزة أن أنا أكلم الوالدة إن هي البنت دي متزوجة، وإن إحنا نفتح الموضوع قدام الأهل إن هم يوافقوا على الزيجة ويبقى أمر واقع. فطبعا في بعض الحالات اللي بتيجي على الاستشارات أو بتيجي عامة على الزواج العرفي، إحنا بنرفض تماما إن إحنا نتدخل في حاجة زي كده، لأن بيبقى الموضوع شائك جدا بالنسبة للعيلة. إيه الأسباب اللي ممكن تدفع الشباب للزواج العرفي؟ خوف الولاد من الأهل هو الأساس. فقبل ما نحاسب الولاد لازم نشوف الأهل هم مصاحبين ولادهم ولا لأ. ده كلام خطير، بتشير إلى إن لو في لسه علاقة متواصلة بين الأم وبنتها والأم بتحتضن البنت، أكيد البنت هتقول لها وتستشيرها. أكيد التربية هنا بتبقى عامل عليها عامل كبير جدا. وبرضو التربية فيها جزء إن أنا لما أربي ابني أو بنتي على تحمل المسؤولية هو عمره ما هيلجأ لحاجة زي كده. وجه بقى رسالة للشباب وللأسر، لأن حضرتك محامية متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية وقابلتك نماذج كتير. أول حاجة بقولها، اتقوا الله في أنفسكم وفي اللي حواليكم. أنت النهاردة لما بتتزوج أي زيجة عرفية أنت بتضر إنسانة ملهاش أي ذنب في أي حاجة غير إن هي وثقت فيك. زائد إن أنت لما النهاردة هيترفع عليك قضايا يعني هيبقى شكلك في المجتمع زي لما تيجي تتقدم لزوجة بعد كده، ما أكيد دي هتبقى وصمة عارفة حياتك. وبقول برضو للبنت ارجعي لأهلك في كل حاجة، لأن محدش هيخاف عليكي أكتر من أهلك، وبلاش للزواج العرفي. أشكرك الأستاذة شيرين محفوظ، المحامية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية. تسيل حضرتك فعلا. شكرا لك. فاصل قصير ونرجع تاني نكمل ما تبقى من حلقة اليوم. فقرة تتكلم فن النهاردة اللي بنقدم فيها عدد من المواهب الشابة، هيبقى فيها شعر، هيبقى فيها طرب. فقرة تتكلم فن النهاردة هيبقى معانا فيها أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو محمد مصطفى العجيمي. وفي البداية عاوز حضرتك تعرفنا بأعضاء الأوركسترا معاك النهاردة. على آلة الكمان مصطفى البشبيشي وإبراهيم علي، على آلة الأورج هادي الجيار، آلة الكوالة مايكل عادل، آلة العود محمد عرفة، آلة الكيبورد مفدي هاني، ومعنا بولا بدر وأحمد علي إيقاع. عايز أعرف منك كمايسترو التدريبات اللي بتقوموا بيها والكلام ده داخل وزارة الشباب والرياضة؟ إحنا بنعسكر في فندق من الفنادق التابعة للوزارة، وبنعمل بروفاتنا يومين أو ثلاث أيام، والوزارة بتقدم لنا كل الدعم بصراحة. يعني دكتورة أمل جمال طبعاً وكيلة الوزارة بتساعدنا إن إحنا نطلع أقصى إبداع عندنا، أقصى إبداع نقدر نقدمه. أعضاء الأوركسترا كم واحد؟ الأوركسترا وصلت لحوالي 600 شخص دلوقتي، 600 وأكتر عازف، أكتر من 600 عازف ومطرب. والنهاردة هنبدأ بالشعر، ومعانا الشاعر أحمد أبو العلا.
اسمي احمد ابو العيلة السيد، انا واحد من المحظوظين اللي فازوا بمسابقة ابداع اللي بتنظمها وزارة الشباب. وجدير بالذكر طبعا اني دايما وانا قاعد مع زمايلي سواء اللي كانوا اشتركوا في مسابقة ابداع او اللي في قعداتنا احنا كشعراء، دايما بحب اذكر واكد ان احنا كلنا احنا كجيل استفدنا جدا من مسابقة ابداع ده عن طريق الاحتكاك اللي حصل ما بيننا كلنا. احنا من اسوان لمطروح، من رفح لجنوب سيناء، كلنا اصبحنا دلوقتي نعرف بعض، قرينا تجارب بعض، احتكينا ببعض، كتابتنا كلها تطورت، وده من خلال وزارة الشباب ومن خلال مسابقة ابداع. واعتقد ان ده هو ده دور الدولة اللي احنا كنا منتظرينه. مسابقة ابداع طلعت شباب مبدعين كتير جدا، مهمين جدا، موجودين في بعض ومجايلين لبعض. ياريت 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 يكون في منح تفرغ للشباب اللي حاصلين على جائزة ابداع. النهارده هتسمعنا مين؟ قصيده اسمها مريض لم يستدل على المرض جواه من الديوان الثاني بتاعي. انت عملت ديوان؟ انا الديوان الاول صادر عن دار عابر اسمه تعليم اساسي. احمد ابو العيله اتفضل. بعد نظره طويله جدا في الحياه جمع شهاداته كام البوم ولعبه قديمه وهديه ووزعهم على الاطفال، وساعة حيط حرمها من صحابها الخرص في الصالة وعلقها في حيطة مواجهة للشارع من البلكون، وقام ساكك عليها بقفل وضع مفتاحه أوداها يجيب حاجة ومرجعش، مش فرق. المهم الساعة هربت، ما بقاش متاح تسحب عينيه إلى البلكونة نفس الوقت عشان يلمعها بتعدي، أصلاً ما بقتش بتعدي. كانت حبيبته بترسم كل شيء، وهو أستاذ في المراقبة وانشغالها كان مفيد بالنسبة له. من آخر مرة لمحها بترسم نفسها على الأسفلت وتخلي كاوتش سخيف يدهن بواردها طريق، ما بقتش تعدي. ريحة الفراق ممكن تخلي ميدان زقاق، أم بتسحب نفسها منك والدكتور بيقول أسبوع، قالوها تفرح فيومين وتروح، ملحقتش أجيب لها طقم سنان. في حاجات بتودع بتأني وحاجات بتقول الروح إني كان أبوك بيحوش فيك تكبر، حوشت في أخوك وفيت بالعهد وفرحت بريحة الوالد فيه، قام صرف الموت عمرك حصله وكسرها. وحاجات براية وسنك أضعف من موسها، واللقمة اللمة لشمل البيت لو وقعت حتما هنبوسها. أصحابك ما تشيلهمش بحرص في قلبك، خليهم على الضفة التانية. في حاجات لما بتحصل بينكم تتمنى تكون حواديت فني، صاحبك لو هزر ما تردش سيبه يعيش في سكات، أنا شفت بضحكة وزق هزار الحين زقه تكعب الهزر مات. هذا المتوزع على الدنيا وزع أشياءه على الأطفال، حرر أفكاره من التأويل، ما بقاش لو مات واحد بيقول الله يرحم بيقول أهو مات، ما بقاش بيخلي معاني كتير لكلامه مع العايشين. أنا شوفته في مرة ودمعة سخيفة اتخنقت مع رمشه وفرقت حضن العين والقلب ورنت فوق خده فمسحها بعنف وتراب ياما بكفه على الوش. أنا شوفته بكت عيني على عينيه، مش عارف أثبت عيني عليه، سبيت أحلام المسكينة، أنا هاجي في هذا الراجل إيه؟ أنا آخر مرة لمحته بيندم على حاجة كان ماسك نجمة من السماوات بعينيه وبيرسم في مراية، فرمشت لقيت أشياء وملقتهوش، وكأنه رغاوي صابون من نسمة هوا بتبوش، من يومها بدور على ضايع، أنا إيه خلاني اللي محتاج. وشكرا لحضرتك على الاستضافة جدا. تسلم لي يا أحمد، تفضل. شكرا. الطرب النهاردة هتشترك معانا المطربة روان حمدي. اسمي روان حمدي، من اسكندرية، عندي 22 سنة، بغني من وانا صغيرة من 10 سنين مثلاً تقريباً، كنت بغني تبع فرق موسيقى العربية عندنا في اسكندرية، شاركت في مسابقة إبداع، شاركت مع أوركسترا وزارة الشباب والرياضة في حفلات الرئاسة،
وكنت طبعا مبسوطه جدا، وكانت طبعا رهبه مش طبيعيه ان احنا طبعا واقفين قدام الرئيس. بتمنى ان انا اشارك مع اوركسترا وزاره الشباب والرياضه برا مصر، وان شاء الله نشرف مصر. اهلا بيكي روان. اهلا بحضرتك. النهارده تحبي تقدمي لنا ايه؟ هغني مطلوب من كل وطني. اتفضلي روان. ميرسي.
احسنتي روان. شايفه المستقبل هيبقى قدامك سهل ولا هيبقى فيه صعوبات امام مطربه ناشئه لسه؟ يعني مفيش حاجه بتيجي بالساهل طبعا. هنعمل اللي علينا والباقي على ربنا ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق روان. ان شاء الله. ميرسي قوي. شكرا. اتفضل. الشاعر الشاب احمد حمزه. اسمي أحمد عبد النبي عوض حمزة. شاركت في مسابقة إبداع مراكز الشباب 2019. حصلت على مركز تاني جمهورية في مسابقة إبداع. حصلت على مركز تاني جمهورية في جائزة المجلس الأعلى للثقافة بديوان الوش. بشكر وزارة الشباب والرياضة على تبنيها مسابقة زي مسابقة إبداع مراكز الشباب اللي من خلالها خلت أي حد له فرصة إن هو يشارك في المسابقة بغض النظر عن مؤهله الدراسي أو كونه مخلص جامعة. بتمنى من وزارة الشباب والرياضة توفير دور النشر لأعمالهم الأدبية سواء كانت داخل مصر أو خارجها. أهلا بيك أحمد. أهلا بحضرتك. هتسمعنا إيه النهاردة؟ سمعكم نص اسمه حافة الدنيا. اتفضل أحمد. الليل قعد وياي على قهوة والقمر قرر بإنه يشتغل جرسون ويسيب وظيفته في السماء لقريب. عمال بيغلي البن في دماغي ويدور في روحي يوزع المشاريب. بيشوف دموع السهرانين كنكات وعين اللي كات من نسل عين يعقوب شبهها بالفناجيل. ما بقاش مبطل صب جواها كان وقتها. الضلمة فرشت شفتها والدنيا قلبت نفسها كرسين وترابيزة. أول صديق يديني فرصة فضفضة تدي أجازة لعنيا وما تدمعش. اسمع يا ليل اسمع. هبدأ كلامي بآية من القرآن وعلم آدم الأسماء كلها وأنا شخص جاهل في معالم الأسماء. معرفش غير اسمها ولون عينيها وحسنها وخطوتها لما تمد في السكة لعروقي. أنا كنت فارد جتتي زي الرصيف بسحب خطاوي الخلق تمشيها من فوقي وبكل دوسة بتنغرس فيا ما بتأثرش. وبحضن خطوة المرة يمكن تفوت مرة وحضنها قاصد وابقى مش قصدي. تعرف يا صاحبي تعرف قبل لما تيجي أنا كنت بحكي القصة لسجايري من غير ما ولع تبغاها المسكين. صبحت رماد والله يا صديقي دخان حكايتي قتلها بالنيكوتين. وحيد جدا فلجأ العين تصحى أصحابي والبكا مش حزن دي مشاعر زهقت من كتر الركنة في نن العين. شفت يا صاحبي في عيوني تطار من البنى أدمين لما بعيط بيسيبوا ضحايا على خدودي. عصفور وقلبي في رحاب الله وبلاعب الأيام بوش طفل بشوش. بس القدر سأني خلانا عدي ناحية الخرطوش بشعور دبوس كان نفسه يلعب حبة بالبلالين. كلما يحضن جسمها تصرخ شفت الحياة شفتها أهي زي حيطة وطبها متشرخ بينام ويصحى بطعنة الكوابيس. وأنا كانت حياتي كلها بلالين وشافتني بشبه دستتين دبابيس. شكلك مليت طب مال شكلك عجزت يا ليل والشعر الأبيض ملا راسك رجليك راحت وإيديك دابت بالدلدق دم. طمني يا عم العمر بيخلص يا صديقي
الشمس هجات ماسكه السكاكين عماله بترمي في اشلائي انا ماشي وسايب لك باقي من لون الاسود تحت عينيك لم الجرسون شفت الضلمه والناس صحيت بتكلم احجار الشيشه عوضا عن الناس وانا لسه مكاني وبستكشف تفاصيل العالم والاحداث بعيون مخرج فاشل مش قادر يحذف في المونتاج تفاصيل الليل للموت صاحبه فعرفت ان المشكله في الضي عمال يحدف بالوجع بابي طيب مين اللي قال ان النهار طيب وهو كل يوم يقتل لي اصحابي شكرا بالتوفيق احمد حمزه هيبقى معانا حالا المطرب الشاب احمد جمعه اسمي أحمد جمعة من المنيا 22 سنة شاركت في إبداع 4 وإبداع 6 وإبداع 7 بس إبداع 4 كان بالنسبة لي نقطة تحول إن أنا أول مرة كنت أشارك في مسابقة وأشوف الجامعات التانية وأكتسب خبرات طبعاً بطريقة التنافس إبداع 6 شاركت برضو في المسابقة بتاعته وإبداع 7 بس طبعاً إبداع 7 بالنسبة لي كان أحسن لأن أنا كسبت خبرة من إبداع 6 وإبداع 4 أتمنى أنا وأصحابي طبعاً الموجودين في الأوركسترا أن احنا نرتقي بالفن أكتر وأكتر ونشارك في حفلات بره مصر وجوه مصر وتكون حاجة يعني تشرفنا كلنا أحمد أهلاً حضرتك سمعنا إيه النهاردة؟ اللي عايش اللي عايش فضل
ان شاء الله بالتوفيق. ربنا يخليك. اتفضل. ومعانا دلوقتي الشاعر الشاب محمد طارق الصاوي. انا محمد طارق محمد الصاوي، طالب بكلية اصول الدين، عند 24 سنة، والحاصل على المركز الثاني في مسابقة إبداع 5 بالشعر الغنائي. بشكر وزارة الشباب والرياضة على اهتمامها بالشباب الجامعي والمواهب المدفونة في الجامعات وفي الضواحي والشوارع المصرية اللي ما حدش بيلقي عليها الضوء، إن هي ألقت عليهم الضوء بمسابقة إبداع الجامعات وإبداع لمراكز الشباب. أتمنى من وزارة الشباب والرياضة إن هي تلقي الضوء، هي وزارة الثقافة والوزارات المعنية بالأدب والفن عموماً، إنها تلقي الضوء على هذا الفن الجيد لإخماد أو لإزالة الأدب الرديء من الساحة المصرية التي تفشى فيها هذا الأدب. أهلا بيك محمد، هتسمعنا قصيدة إيه؟ هقدم دلوقتي هخمس مع بيات شعر لشاعر جاهل اسمه المهلل ابن أبي ربيعة التغلبي بالعامية المصرية. التخميس منتشر في الوجه القبلي أكتر؟ لا، هو ما حدش خمس في العامية كتير، والنوع دوت يعني أظن أنه جديد على الشعر العامية. تعال نسمع بقى ونشوف. يغيب عني، يغيب عني وريحته جوه داره، ولسه من الكرم بنشم ناره. يغيب عني وريحته جوه داره، ولسه من الكرم بنشم ناره. عيوني اللي مليها الدمع فاره، أهاج قذاء عيني للذكار، هدوا فالدموع لها انحدار. نداه ربه فرح بلقاه وسبني، سألته بنظرتي بنظرة جاوبني، وقال لي اوعى في البعد تعاتبني، دعوتك يا حبيب فلم تجبني، وكيف يجيبني البلد الكفار. نداه ربه فرح بلقاه وسبني، سألته بنظرتي بنظرة جاوبني، وقال لي اوعى في البعد تعاتبني، دعوتك يا حبيب فلم تجبني، وكيف يجيبني البلد القفار. سيبني، سيبني وحدي تايه وسط زفة، سيبني وحدي تايه وسط زفة، لهيب الحزن جاني وخدني لفة، وكل عدو كان لجه تشفى. سيبني وحدي تايه وسط زفة، لهيب الحزن جاني وخدني لفة، وكل عدو كان لجه تشفى. أبت عيناي بعدك أن تكفى، كأن غدا القتاد لها شفار. ونورك، ونورك نور السماوات وخلى في قلب الحزن بعدما تولى صهيل الدمع في عيوني تحلى. ونورك نور السماوات وخلى في قلب الحزن بعدما تولى صهيل الدمع في عيوني تحلى. أرى طول الحياة وقد تولى، كما قد يسلب الشيء المعار. أرى طول الحياة وقد تولى، كما قد يسلب الشيء المعار. شكرا. بالتوفيق محمد طارق الصاوي. أشكر حضرتك. شكرا. وبنختم فقرة اتكلم فن النهاردة مع الطرب. معانا الآن المطربة ندى محمد. اسمي ندى محمد عبد المنعم، سني 19 سنة. بدأت من وأنا عندي 6 سنين، شاركت في حفلات كتيرة تبع الجيش وتبع أوركسترا الشباب والرياضة، وبالذات أوركسترا الشباب والرياضة خلتني أكون واثقة في نفسي أكتر، ادتني فرص كتيرة، خلتني أشوف الفن الراقي. أتمنى أني أوصل صوتي لكل الناس وأني أحقق هدفي أنا والأوركسترا بصفة عامة، لأن أوركسترا الشباب والرياضة بتدي فرص كتيرة قوي لكل
الشباب اللي فعلا عندهم حاجة حلوة، وبتمنى ان الأوركسترا تشارك برا مصر وجوا مصر بإذن الله. اهلا بيكي ندى. اهلا بحضرتك. النهارده هتسمعينا ايه؟ هسمع لحضرتك اغنيه امال ماهر يا مصريين. اتفضلي. تحية ليكي ندى، ونتمنى نسمعك قريب بقى في حفلة كبيرة من حفلات القاهرة إن شاء الله. شكرا ندى، تحية ليك يا شباب. تحية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو محمد مصطفى العجيمي. تحية لكل شباب مصر.